بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده عن ازاي تحط رابط حساب الانستجرام بتاعك في التيك توك. بندخل على التيك توك، بعدين بنروح للصفحة الشخصية، تعديل الملف الشخصي. هتلاقي هنا عندك الانستجرام، بندخل عليها، هيطلب منك تسجل دخول عادي، بنسجل دخول، بعدين بتدوس هنا على سماح، وبكده انت حطيت الانستجرام بتاعك في البروفايل. ياريت لو عجبك الفيديو متنساش لايك الفيديو وتشترك في القناة وتشوف باقي الفيديوهات.